30 سنة نحن الحرب اللبنانية، كنا لاجئين عند السوريين وعند الأردنية وعند الفرنسوية. وصلت على لبنان قبل الأزمة السورية بشي 6 شهور. بالنسبة للمعلم رضوان سألته إنه منين حضرتك وكيف توصلت لهون؟ قال لي أنا من سوريا. بلقيته اهتم فيني. قلت له أنا عندي مشاريع زراعية وبحب الزراعة. قلت له أنا معي سنوية زراعية. لفت لي نظري انه عم بيهتم بغرض زهيد سعره، يعني منه زيادة. بس قلت له فرجيني، قال لي لا هيد بعد من هون مش مزبوط. فكه رجع اشتغل فيه وزبطه وتسوي. هذا انا بالنسبة لي دليل انه عنده ضمير مهني. قال لي انا بتمنى شاب مثلك يشتغل عندي. كنت حلق مزين رجالي، والمحل اللي كان عندي كان نقطة مواجهة ما بين نحنا بفرن الشباك، وكان بالمقابل في منطقة جسر الباشا مخيم للفلسطينيين اللاجئين اللي صارت يصير تقنيس علينا. ما قدرت اشتغل، ما قدر الزبونات ينزلوا لعندي. فضلت اني فوت بالدفاع المدني. كنا نشتغل على الجبهتين، يعني من هون نحنا نكون بجبهة ورفقاتنا من تاني ميل يكونوا بالتاني ميلة. مرة بمنطقة سن الفيل أوتوكار في تلاميذ مدارس فجروا سيارة حدو، لقوطنا عالم إيدان وإجران وهيك. أنا كنت حط مرتي بالملجأ مع ابني وروح على هيدا الشغل. بس شفت هذا المنظر، يعني ما بتشمئز من هذا الوضع. ما شفت حدا ميت، ما شفت حدا مقطش، وحسيت إنه عليه ذنب أو لازم يدفع هيدا السعر. أنا قاعد 6 أشهر بالعناية الفائقة. شو برأيك بده يفكر إنسان مارق بهيدي المرحلة اللي كنا مارقين فيها؟ ومن جراء هذا التفكير وما شابه جيت أنا على شغل الأرض. هيدي الأرض أنا بتعني لي، هلا صرت فكر فيها مثل أولادي. هلا وقت أطلع أنا مشوار صرت حن لإلها. تشبه المراية الأرض، مثل ما بيعملها بتعكس له الصورة تبعيته. عائلتي كثير أنا مرتاح معهم، أولادي 2 بالمدارس والثالثة للسنة الجاي، وهيديك بعدها صغيرة. كل شيء بلبي لهم إياه من مجال أكل وشرب ومطعم وحياة زوجية كاملة أنا ومرتي متعايشين. أنا هون بساعدهم بالمحل الخضرة، بعمل رب، بعمل دبس رمان، بعمل خل، مقدوس، زيتون. طلب مني انه انا اذا بدي انزل اشتغل عندك انا في عندي ولادي بدي امن لهم مدرستهم. يلي في خير لبيته في خير للمجتمع بيكون. من هون انا تلقيت فيه زيادة، لانه انا عارف عندي شعور انه اذا كان هو من عداد الفريق تبعي يعني اقرب للنجاح انا من غيابه. شاف المستوى وشاف الأداء وشاف الإخلاص بالعمل، يعني كل شيء أنا بشوفه بالأمل إلا الزراعة بالعمل. نحن العلاقة مع بعضنا احترام متبادل. أنا لما جيت لعند أبو هادي وبلشت عنده هون 2 وثلاثة لقيت في فرق كبير. أعطيته هذا البيت لحتى يكون ضابط عائلته، كان أنا وأمنت له مدرسة لأولاده. عمي أبو هادي مثل بينا هون، وهو بيعتبرنا مثل أولاده. تأخذ نظرة عن اللبناني أنه بيعملوا السوري مواطن درجة تانية. يعني كنت بالنسبة لإلي صعب أحلم لاقي ناس بهالمستوى مثل أبو هادي. هو بدير المشروع معي، وصاروا باللي بيشتغلوا عندي وقت اللي بدهم شي مني أنا مفهمهم. إذا أنا هون أو مش هون ما بيأثر. اللي بتقولوا لرضوان أنا بتبنى كلام رضوان. أتمنى أرجع على سوريا اليوم قبل بكرة.
بالنهاية جزورنا هناك، يعني ما فينا نتخلى عن جزورنا، ما فينا نضل عايشين هون بدون ما نفكر هناك.